تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في يوم الخميس الونيس آخر يوم في الأسبوع. هذا هو برنامجكم، برنامج صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، من زمان ما طلعت معاكم يوم الخميس الونيس، وأقولكم هلا بالخميس وخميسكم ونيس وعطلة نهاية أسبوع إن شاء الله سعيدة. والأهم الأهم للموظفين إن خلال إن نهاية هذا يوم الدوام هذا نطلع من الدوام نبصم ونروح نستمتع بإجازة نهاية الأسبوع. نهاية الأسبوع يا جماعة أو الإجازة مهما كانت، إذا كنت بنظام شفتات ممكن تكون إجازتك خلال الأسبوع، ما يكون جمعة وسبت دائما، الغرض منها إن أنت ترتاح، معناه ترتاح إنك تنفصل تماما عن العمل. أنا واحدة حتى لابتوبي ما أودي البيت في الويكند، حتى لابتوبي ما يروح معي البيت. ليش؟ لأن إذا أنت بترجع البيت في مود الدوام وللحين أنت منشغل بأعمال الدوام، رح ترجع الدوام يوم الأحد أنت غير نشيط، ما جدد طاقتك وغير مستعد لأسبوع جديد من العمل ومن المهام ومن المسؤوليات. فعشان شي يا جماعة استغلوا إجاء عطلة نهاية الأسبوع بالتخطيط المسبق أولاً عشان نستفيد منها وما نضيع كل رقاد وما نعرف وين نسير ولما نفكر وين نسير خلص اليوم، بالتالي تتأثر صحتنا النفسية وبعدين صحتنا العضوية، ارتفاع ضغط الدم، عدم انتظام السكر وغيره. فاستغلوا عطلة نهاية الأسبوع عشان نجدد طاقتنا، نطول عمرنا ونحظى بصحة أفضل. أرحب في الفريق الموجود معي اليوم، في الإخراج معي عيسى سبيل، وفي التنسيق معي ميرا الغفلي أم خليفة. مثل ما تعودتوا دائما في بداية صحة وسعادة نذكركم بعد بأرقام التواصل، لأن في النهاية برنامجكم برنامج مذيع يسولف فيه على مدى ساعة من الهواء يستوي ممل، لازم الناس تتواصل وتشارك وتطرش اقتراحات، شكاوي عندها، موضوع طبي حابين نقشة، استشارات طبية. وأرد أكد استشارات الطبية تقدم عن طريق التلفزيون أو عن طريق الإذاعة أو عن طريق وسائل التواصل، تتم استشارة مبدئية أنا أسميها، بمعنى ما نقدر نعتمد عليها كتشخيص نهائي وكاستشارة نهائية، معنى مو لازم أسير العيادة. نحن مثل ما يقولون نوجهكم إن وين تسيرون أو شو مفروض تسوون أو شو تكون الخطوة التالية، ولكن في النهاية لازم زيارة الطبيب ورؤية الطبيب شيء أساسي، وكل واحد يحكم حسب الحالة هو تكون فيه. أنا وايد توصلني حالات مثلا عن طريق وسائل التواصل، دكتور أنا عندي شيء شو أسوي، أوصفي لي شيء، ما بروح العيادة. يا جماعة ترى أنت لما توصف لي شيء حتى عن طريق الهواء لما يستشيرونا، أنا ما أقدر أشوف المريض، فأنا أحكم على البناء على كلامك، وبكلام مريض يتفاوت، في مريض يوصف حالته بدقة وفي مريض لا يهمل بعض الأشياء، فتختلف خطط العلاج. فعشان تيقل دائما أقول حتى في صحة وسعادة أي استشارة طبية لا تغني عن استشارة الطبيب. تعالوا العيادة، ودائما المتسمعين يسمعون تعالوا العيادة خلنا نشوفكم، من أبسط شيء من الصداع نقولكم تعالوا العيادة خلنا نشوف، لأن حتى شيء بسيط نفس الصداع ممكن يكون وايد أسباب داخلية، أسباب نفسية، أسباب عضوية، من مجرد شيء بسيط مثل الصداع وين الأمور الأكبر من هذه. فقرة التغذية جاهزة معنا عشان نقرأ الدراسة؟ أوكي، ناخذ فقرة التغذية معانا اليوم. الفقرة جميلة جدا، اسمها تغذية الموظف أثناء فترة العمل. وأتوقع إحنا معظمنا موظفين ونقعد في دوامنا ساعات طويلة، وما شاء الله مع طموح الموظفين حاليا ويحبون ينجزون أكثر، فتلاقي حتى ساعات العمل تكون ممددة. فخلينا نشوف كيف تكون تغذية الموظف أثناء فترة العمل مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي نجلة درويش. صباحك ورد يا نجلة. صباح النور دكتورة ندى. هلا فيك يا نجلة، خبرينا شو تغذية الموظف، عشان مثل ما الموظفين دائما يزيد وزنهم يقولك والله من قاعدة الكرسي ومن الأكل الغلط، فشو تغذية الصحيحة للموظف خلال العمل؟ صحيح، طبعا الموضوع اليوم وايد مهم بكل الموظفين، بما أنهم يقضون ساعات طويلة في العمل فهم عرضة أنهم يتعرضون لمشاكل صحية، بغض النظر عن زيادة الوزن، ممكن مشاكل صحية، آلام بالظهر،
أشياء ممكن تأثر عليهم على صحة العين، بس تركيزنا اليوم بيكون إن شاء الله عن المشاكل الصحية المرتبطة بزيادة الوزن أو بالأمراض اللي هي ممكن الموظف ياخذها أثناء فترة العمل وهو مش يعني مو مستوعب الشيء هذا، بس يتفاجأ بعدين إنه يصيبه بمرض، بزيادة وزن، بأمراض الدم، بأمراض يعني القلب. هالأشياء ممكن تأثر عليه بعدين، يعني ممكن ما يحس فيها بلحظتها. ف يعني مهم جدا انه يركز. الجميل ان الموظف يجلس فتره ساعات وقد تكون طويله انه يرفع من انتاجيه الموظف، لكن مهم جدا اول شيء احنا نركز عليه وجبه الافطار. كثير من الموظفين يطلعون مستعجلين من بيوتهم مهملين وجبه الافطار، ممكن ياخذونهم اي مشروب منبهات غني بالكافيين، في بعض الموظفين يجونهم ياخذون مشروبات طاقه كونهم ما ناموا يعني ساعات نوم كافيه بالليل، انه ظنا منهم ان هذا الشيء ممكن يخليهم يزيد من تركيزهم بالدوام او انه يزيدون من شرب المنبهات بعد على اول الصبح من غير الافطار. هذا الشيء جدا غلط، يعني وجبه الافطار مهمه جدا للموظف عشان تمد بالطاقه وانه يقدر على التركيز ويرفع مستوى الانتاجيه كذلك في نفس الوقت. عشان كذا لازم يحرص على تناول وجبة الإفطار قبل الذهاب للعمل، وإذا ما أسعف الوقت نقول له ما عليه، سوي وجبة الإفطار وخذها معاك، تناولها صح. يعني أول ما توصل الدوام أو حتى بالسيارة، بس لا تروح بدون وجبة إفطار. يعني هذا من الأمور اللي نحن حابين جدا ننبه عليها، عشان هو يعني يعرف من وين مصادر الطاقة اللي ممكن يأخذها وتكون صحية. طبعا نحرص على أخذ وجبات خفيفة وصحية أثناء فترة العمل جدا مهمة، لأن مثل ما تعرفين دكتورة ممكن في كثير أشياء متعددة، حلويات، فطاير أو أشياء يكون الزملاء حتى جايبينها إن يلا بنتشارك وبناكل مع بعض. في أشياء ممكن تكون يعني بزيادة فيها سعرات حرارية، لكن غير الموظف إنه يعرف مثلا شو الأشياء اللي هو ينتقيها بحيث إنه ما يكثر الكميات. نحن دائما ننصح إن الوجبات الخفيفة الصحية تكون ما بين يعني ما بين 120 سعرة حرارية إلى 200 سعرة حرارية في اليوم، يعني في خلال الوجبة في كل وجبة. نعم. فممكن تتناولها على فترات. إنزين، فمثلا على سبيل المثال ممكن ياخذ مكسرات نية، طريقة اختياره ما تكون مثلا مكسرات مملحة. طبعا أنا بعطي مثال على المكسرات، يعني ممكن 10 حبات لوز يعادل 71 سعرة حرارية. على سبيل المثال ممكن ياخذ مثلا مع شويه خضار مثلا اصابع جزر، اصابع خيار، ونحن دائما نقول حق الموظفين عادي خذوه معاكم في الدوام، يعني كل موظف مفروض يكون له تكون حقيبه غذائيه صحيه ياخذها معاه حتى هناك، بحيث انه لو ما توفر مثلا شيء قريب عداله فيندنج ماشين على سبيل المثال يقدر ياخذ منه اشياء صحيه، او حتى اي كانتين بسيط يكون حتى معاه اثناء فتره الدوام او حتى اثناء انشغاله في تاديه واجبه في العمل. في بعض الموظفين ما يلقون الوقت كونهم يتعاملون مع كاستمر وزباين طول الفتره، صحيح. فنقول مختاروا على الاقل 10 دقائق 5 دقائق تناولون في وجبات صحيه وما تخرب يعني اثناء فتره العمل. نقول مثلا نواشف، فواكه مجففه، ممكن تاخذ لكم مكسرات، في بعضهم ممكن ياخذون يعني فواكه مقطعينها او حتى فاكهه مثل التفاح تحتوي على الحبه الصغيره منهم 60 سعره حراريه، الكمثرى. فالتنويع بعد مهم جدا للموظفين اثناء فتره العمل، فهي بعد جدا مهمه، يعني ان مثلا ياخذون على وجبات صحيه فواكه، خضروات، مكسرات. لو اخذوا مثلا شويه فطاير او شيء بتكون كميات بسيطة، حتى مثلا الألبان اللي تاخذونها أو الحليب يكون مثلا قليل من الدسم، كميات معقولة، حتى أثناء ما يتناولون المشروبات اللي يسوونها أثناء فترة الدوام ما تكون يعني فيها زيادة سكريات. فهم يضيفون سكر بزيادة، السكر هذا بالتالي ما يعني مو مستوعبين كميته، لما يبون يعادلون مرارة الكوفي أو شيء فيزيدون الكميات بزيادة. طبعا مع مرور الوقت السعرات هاي الزايده عن حجها تتخزن على طول في مخازن الدهون. مهم جدا كذلك شيء نحن نركز عليه خطوات الموظف اثناء العمل، يعني ما يمنع اذا هو مثلا يتحرك يغير مكان قعدته لفترات طويله، يعني دائما المنصوح فيه من الخطوات انه على الاقل يمشي كل يوم، نحن نقول خلال اليوم بس في ساعات العمل من 6000 الى 10000 خطوه كل يوم. هذا الشيء مؤشر جدا يساعد في تحسين الصحة، صحيح، يعني أو حتى يتجنب كثير من المشاكل الصحية اللي قد تحدث. فنحن نقولهم يعني حتى المواقف مثل ما تبركنون أقرب مكان بحيث أنه لا نستسهل بسرعة، لا، حتى
حتى من ضمن الأشياء اللي تحفز على المشي إن الواحد يوقف سيارته شوية بموقف شوية بعيد بحيث إنه يقدر يمشي يستغل حتى هالدقائق في المشي وإنه يزيد من الخطوات في أثناء المشي. طبعا هاي بعض الأمثلة وكثير من الأمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية. نحن دائما حتى المراجعين اللي يكونهم موظفين نقول لهم حاولوا تاخذون معكم أثناء فترة العمل وجبات صحية، لأن بعض يعني أكثرية المشاكل اللي يجونا من مراجعين بحيث إنه يبون ينزلون أوزانهم نلاحظ أن طريقة اختيارهم للوجبات هذه ما تكون صحية، فبالتالي تزيد أوزانهم. في بعض الموظفين ممكن يهملون هالوجبات نهائيا، بس لما يرجعون على البيت يتناولون وجبة دسمة جدا، يعني وجبة الغداء تكون دسمة بحيث أنهم يوعوا عمرهم فترة طويلة. صحيح. فدام يعوا فترة طويلة معناته خلاص شعور بالجوع عندهم سيطر عليهم، فيتناولون الطعام بشراهة وبكميات يعني تكون زايدة عن احتياج الشخص من السعرات الحرارية. جميل. هذا من ضمن التأثيرات اللي ممكن تحصل. طبعا الخيارات عدة. نحن دائما نقول لهم إذا أنت تحسون ما في طريقة تخزين صحيح خذوا النواشف معكم، بسكوت غني بالقمح. في بعضهم ممكن نقول لهم جيبوا معكم سلطات من البيت، تبولة مثلا أو خيار جزر ستوش، هاي خلوها معاكم حتى دائما أنكم تاخذون الزبادي البوب كورن. في بعض الموظفين يقولون خذوا معاكم بوب كورن حتى أفضل، يعني 3 أكواب من الفشار اللي هو يكون فيه زيت خفيف أو أنه بزيت الذرة يعادل 165 سعرة حرارية وتشبع. صحيح. كذلك أحسن من اختيارات الثانية. طبعا نجنبهم كذلك أنه تناول الحلويات والوجبات السريعة أثناء فترة العمل محتوى على نسب عالية من الدهون والسكريات، وبالتالي تؤدي للإصابة بالمشاكل الصحية. ممتاز، شكرا لك يا نجلة درويش أخصائية تغذية بهيئة الصحة بدبي. هالوقت اللي كان عندنا معنا ما شاء الله موضوع وايد وسيع، وممكن المفروض نستضيفك مرة ثانية وتشرحينا بشكل أوسع كيف ممكن موظفين يحافظون على وزنهم وحتى ممكن ينزلون وزنهم وهم قاعدين في مكان العمل. شكرا لك يا نجلة حبيبتي ونهارك سعيد. شكرا. احنا الحين حنطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرات جميلة، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أولا برقم التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. أنهت هيئة الصحة بدبي استعداداتها النهائية لخوض مرحلة جديدة من التحديات التي تحملها الدورة السادسة أي القادمة لبرنامج مسرعات دبي المستقبل، بعد أن اجتازت الهيئة 5 مراحل فاصلة تمكنت فيها من امتلاك مجموعة متقدمة من التقنيات والحلول الذكية هي الأحدث والأفضل عالميا. وإن كانت الهيئة قد نجحت خلال الدورات 5 الماضية من عمر المسرعات في توظيف آخر ما جاد به العالم من تكنولوجيا ووسائل وتجهيزات وبرامج ذكية في منشآتها الصحية، فإنها ترى أن الشوط الذي قطعته في هذا الطريق يمثل تحولا مهما في نظامها الصحي الذي أصبح يتصدر المشهد العام لحركة تطور الطب بعلومه وممارساته المهنية وتقنياته وخدماته المتنوعة. حول الدورة السادسة لمسرعات دبي للمستقبل بيكون عندنا في الفقرة الدكتور محمد رضا مدير مكتب إدارة المشاريع فيت الصحة بدبي. يا صباح الورد دكتور محمد. صباح النور والسرور يا دكتورة، كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. نتكلم أول شيء عن فكرة ما هي مبادرات مسرعات المستقبل. مسرعات المستقبل أو برنامج مسرعات المستقبل بدأ في إمارة دبي في عام 2016، وكانت هيئة الصحة من أولى الهيئات اللي دخلت في البرنامج ويمكن تعتبر من المؤسسين لهذا البرنامج. الفكرة هي أن نشوف أفضل التطبيقات اللي موجودة في العالم من ناحية التكنولوجيا اللي تخدم الصحة، ونيبها عندنا في دبي، نحتضن هاي التكنولوجيا لمدة ما يقارب 8 إلى 10 أسابيع. خلال 8 إلى 10 أسابيع نشوف تطبيقنا للتكنولوجيا وكيف نقدر نسرع. طبعا التكنولوجيا أو الأفكار اللي نيبها كلها جديدة، يمكن لأول مرة تدخل عندنا إمارة دبي. الفكرة من المسرعات أن التسريع تواجد هذه الفكرة في دبي، وبالتالي أن ندرس أيضا تحديات هالفكرة. كل فكرة لها تحديات، وكل فكرة بطبيعتها جديدة بيكون لها تحديات خاصة. الفريق عندنا هنا فريق المسرعات في المتواجد حاليا في أبراج الإمارات يدرس هذه الفكرة، يدرس تحدياتها ويدرس فوائدها طبعا، ونقوم بعمل بث تجريبي أو proof of concept، بحيث أن هذه الفكرة نشوف هل هي مجدية، بتنفع المجتمع، بتنفع المريض، بتسرع تقديم الخدمة،
بتقلل وقت الانتظار، بتخفف علينا التكلفة، وأهم شيء أن تكون هذه الخدمة آمنة وتزيد جودة الخدمة لنا. فهذه الفكرة بعجالة من المسرعات، ومثل ما تفضلتي نحن خلصنا خمس دورات الآن ومقبلين على الدورة السادسة إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور محمد، كيف استعدت هيئة الصحة لدبي للدورة السادسة للمسرعات، وشو أهم التقنيات اللي بتم طرحها فيها؟ بإذن الله التقنيات بتكون أيضا جديدة، بتعتمد كلها، يجب أن أنا أقول بتعتمد كلها على قوة البيانات. اليوم إمارة دبي والأخوان في فريق دبي الذكية، مكتب دبي الذكية، يقودون ثورة كبيرة بالنسبة للبيانات. فنحن إن شاء الله بنركز في هذه الدورة، الدورة السادسة، على تقنيات حديثة تعتمد بكم هائل على جودة البيانات واستخدام هذه البيانات لخدمة أفضل. إمارة دبي من المدن السباقة في العالم صراحة، واللي حازت على جوائز كبيرة في كونسبت المدن الذكية. وأعتقد الأخوان في مكتب دبي الذكية هم أيضا من الناس السباقين اللي حازوا على جوائز كثيرة في هذا المجال. طيب إذا بلورنا الموضوع هذا لخدمة المريض، كيف؟ بيانات المريض قبل كانت توصلنا خلينا نقول على مدى يومين أو ثلاثة، اليوم لا، نقلل هذا الوقت وتوصلنا البيانات بسرعة هائلة، تقريبا آنية. طيب هل وصلنا إلى خدمة أفضل؟ أعتقد بعد عندنا شوط نقطعها. اليوم عندنا نحن ملف سلامة والملف الإلكتروني الموحد على مستوى هيئة الصحة، أيضا عندنا الملف الإلكتروني الجديد اللي بينا مشروع نابض بيربط جميع المنشآت الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، بتعتمد هاي كلها على البيانات. طيب أول ما توفرت هذه البيانات شو سوينا فيها؟ المجالات كبيرة، يمكن أنا أشبه هذا المجال بمجال استخراج النفط قبل 40-50 سنة. لو قلت لك تعالي وبنستخرج نفط من الأرض وبنستفيد منه في الطاقة، يمكن لو ما شفنا النفط ما بنعرف شو هو. صحيح. نفس المبدأ نطبقه اليوم على البيانات، لأن بعدنا ما شفنا قوة البيانات فما نقدر نقول البيانات بتخدمنا في هذا المجال. النطاق جدا شاسع وهائل، والطاقات موجودة من قبل الشباب عندنا، لكن يبالها التوجيه الصحيح، وبإذن الله الدورة السادسة بتعطينا هذا التوجيه. بندمج بين فكر توجه دبي، إمارة دبي إلى مدينة ذكية، وفكر المسرعات، بحيث أن نحن نطلع بخلاصة جيدة وتقنيات جيدة تخدم إمارة دبي وتخدم المريض أولا وآخرا. جميل. دكتور محمد، بما نتكلم احنا عن احدث ما توصل اليه العلم في عالم في علم المسرعات وال النطاق الصحي، في قمه تحضرتها مؤخرا، قمه غارتنر البيانات في لندن، اتوقع كان احد المحاور فيها عن البلوك تشين والارتفيشال انتليجنت وكل الاشياء، تكلمنا عن هذه القمه وشو اهم المحاور اللي كانت فيها وشو المخرجات اللي طلعتوا منها من هذه القمه؟ الدورة كانت يعني تتكلم عن مثل ما تفضلتي جميع التقنيات اللي تخدم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، حتى تركيبة البيانات أو البنية التحتية للبيانات، إدارة البيانات، تكلمت عن كل المجالات، ويمكن في ناس يعني خبرتهم شاسعة في هذا المجال. أنا بتكلم كطبيب، شو استفدت؟ استفدت معلومة يمكن صدمتني في الأول. نعم. أن قواعدنا نحن بتي ثانوية، قوانيننا نحن بتي ثانوية، لشو؟ نعم. تكون متطلبات المريض واستخدامه للتقنية هي اللي بتي في الأول، بحيث أن المريض بي ويقولنا أنا أبغي هذه الخدمة تقدم لي بهذه الطريقة. إذا قواعدنا اليوم ما تخدمنا وقوانيننا ما تخدمنا، فنحن يجب أن نشد أكثر على أعمارنا بحيث أن نطور من قوانيننا وقواعدنا وسياساتنا لخدمة المريض. اليوم التقنية الدكتورة موجودة في كل تليفون، والمريض أيضا أصبح ذكي، يعني هو مبون ذكي، ولكن أيضا التقنية أصبحت في متناول وسعت مدارك المرضى أكثر، معلوماتهم هائلة. صحيح. إذا نحن يعني أعتقد علمونا إياها في كلية الطب أنه يدخل المريض وهو عنده تشخيصه جاهز. صحيح. وعنده خطة علاجه جاهزة. بالضبط. وعارف شو الأدوية اللي يبغيها وعارف حتى المضاعفات اللي بتستوي. صحيح. طيب
هذا الكم الهائل من يعني الكم الهائل من البيانات اللي أصبحت في متناول المريض. أصبح حتى المريض نفسه اليوم يخلق له تطبيق يخدمه بطريقة أفضل. صحيح. والشركات أيضا تتهافت عليهم بحيث أن يأخذون الأفكار ويبلورونها ويستوي تطبيق يمكن من أروع التطبيقات اللي طلعت من نقاشاتهم مع المرضى. طيب وين القواعد وين القوانين وين الأنظمة؟ يجب أن نحن نسابق الزمن ونحط القواعد اللي تخدم هذا المريض، القوانين اللي تخدم هذا المريض. طبعا توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن نعمل إمارة دبي أكبر مختبر في العالم، وهذا التوجيه صراحة توجيه يشرف كل باحث وكل مبتكر، بحيث أن الدعم موجود ولكن علينا نحن كحكومة دبي أن نقنن ونسيس بطريقة تخدم المريض، تخدم التقنيات اللي يبغيها المريض. المريض بيستخدم اللي يبغي، ولكن نحن أيضا يجب أن نتأكد أن هذه التقنيات آمنة وما تخل بأمور اختراق البيانات، أمن المعلومات وإلى آخره. صحيح. في كلمة أخيرة حابة توجهها دكتور محمد كمان هني هاللقاء الجميل معك اليوم؟ والله يا دكتور لقاءكم دائما يعني يكون مشرف لنا. أحب أن يعني أذكر بأن برنامج مسرعات دبي المستقبل برنامج مفتوح للجميع، لجميع المبتكرين، جميع الباحثين سواء كانوا في الطب أو في الصحة أو في أي مجال آخر. وحتى أحب أني أنا أشوف الأطفال يعني عندنا نحن لو يشرفونا في أبراج الإمارات يتعرفون على التقنيات أثناء الدورة السادسة، شيء صراحة يثلج الصدر. وأنا أحب شخصيا أني أستمع لأفكارهم واستمع إلى ابتكاراتهم، مرات فكرة من طفل يعني توسع أفاقنا نحن ككبار. وبإذن الله نتائج الدورة السادسة بتكون مشرفة أيضا إن شاء الله. نذكرهم عيال دكتور محمد دام وجهت دعوة للأطفال إنهم يجون ويشوفون المكان، نذكرهم بالمكان والتاريخ والوقت. بإذن الله الدورة بتبتدي تقريبا نص أبريل وبتنتهي على نهاية رمضان. ممتاز. وبيكونون فريق مستقبل صحة دبي موجودين في أبراج الإمارات في الدور الأول. ممتاز. فهاي دعوة إن شاء الله الأمهات إن يودون العيالهم مثل هالأماكن، بما أن أنا أم ودائما أدور مثل هالأماكن اللي توسع مدارك الطفل، تعرف على الأشياء الجديدة اللي ممكن إن شاء الله تطبق على مدى السنوات الجاية. فهذه دعوة إن شاء الله توجهون إلى أبراج الإمارات وتخلون عيالكم وأنتم نفسكم تعرفون على كل جديد في عالم الطب. شكرا لك دكتور محمد الرضا هذه المداخلة الجميلة، وأتمنى لك إن شاء الله نهار سعيد. شكرا يا دكتور. شكرا، نهارك سعيد. احنا الحين ان شاء الله رح نطلع فاصل، بعد الفاصل رح نقرا لكم ان شاء الله الدراسه، وعندنا ضيف جميل تعودتوا عليه في صحه وسعاده الاستاذ حمزه عباس مدير برامج الرياضيه في هيئه الصحه بدبي، بيكلمنا عن اجنده عام التسامح في هيئه الصحه بدبي، شو مجهزين شو محضرين شو النشاطات الرياضيه بتكون موجوده، كل هذا ان شاء الله بعد الفاصل. صحه وسعاده، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ذكركم أرقام التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. تواكب هيئة الصحة بدبي توجهات الدولة في جميع مبادراتها العالمية والمحلية بما فيها المبادرات المجتمعية والإنسانية، لتعمل هيئة على أن تكون في طليعة المؤسسات المميزة في تنفيذ مثل هالمبادرات. العام الجاري 2019 فاجأ دولة الإمارات العالم بمبادرة استثنائية خصصت لها عاما كاملا أسمته عام التسامح، تعزيزا لمنظومة القيم التي يتميز بها مجتمعنا وترعاها قيادتنا الرشيدة. حرصت هيئة الصحة بدبي على إعداد أجندة نوعية تضم العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تتناسب وقيمة التسامح، ومن بينها مجموعة طبعا من الأنشطة الرياضية. لنتعرف على ما تحمله أجندة الهيئة إلى جانب الأنشطة والفعاليات الرياضية وبرنامج الرياضي المقرر تنفيذه صباح غد إن شاء الله، بيكون في برنامج رياضي جميل احتفاء بعام التسامح. رح يخبرنا عنه الأستاذ حمزة عباس مدير البرامج الرياضية في هيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا حمزة وخميسك ونيس. صباح الخير دكتورة. هلا فيك يا حمزة، ما شاء الله انتوا اصلا دائما نشيطين. يعني انا يوم شفت عام التسامح قلت اكيد يعني قسم برامج بجهز لنا شيء نار مثل ما يقولون. شو عندكم حق عام التسامح؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل ما أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة إن عام 2019 عام التسامح، وأن دولة الإمارات تكون عالمين عاصمة للتسامح، صحيح، وأن عام التسامح امتداد لعام 2018 لكن نحن موجودين بعام زايد، صحيح، لترسيخ قيم اللي أبداها الشيخ زايد شعب الإمارات وأبناء الإمارات، إن متسامحين مع جميع الشعوب. نعم. وتعرفين أنت نحن على أرض الإمارات ما شاء الله عايشين حوالي 200 جنسية ممكن تقريبا، صحيح، ونحن كلنا عايشين ويا هذيل بكون بعدالة وبكل المجهودات اللي يقوموا بها الحكومة، وبالتالي عام التسامح يكون عام للجميع. ونحن في هيئة الصحة ونحن والجميع المؤسسات حكومة دبي ودولة الإمارات في عام التسامح عندهم مبادرات وهذا، ونحن من ضمن المؤسسات الموجودة، بس ولكن نحن في هيئة الصحة وبتوجيهات مدير عام الهيئة إن نسوي جميع المبادرات. نحن في الهيئة قايمين بالمبادرات الموجودة لعام التسامح، إحنا كلجنة رياضية وجميع القطاعات الموجودة في هيئة الصحة، وبالتالي نحن في اللجنة الرياضية وبالتنسيق مع مكتب صندوق الهيئة قمنا بعمل مبادرة، هاي مبادرة الثالثة الحين. نعم. عمل مسيرة غدا نسمينا مسيرة عام التسامح مع جميع الجنسيات الموجودة على أرض مدينة دبي. ممتاز. والحمد لله بيشاركونا، نتوقع يصل عدد على الأقل 1000 عدد شخص بيكون موجودين من جميع الجنسيات. ممتاز. وبيكون ونحن في هالحالة أنا أشكر شرطة دبي إن متعاونين معانا وهيئة الطرق وبلدية دبي وجمعية الإمارات اللي موجودين معانا وبعض المدارس الموجودين ويانا وبعض الدوائر الموجودة في حكومة دبي، إن غدا بيشاركونا في هاي المسيرة إن شاء الله من أمام مستشفى راشد الساعة 8 انطلاق المسيرة الساعة 8 إن شاء الله. ممتاز. بس يكون التجمع للتوزيع الأغراض الرياضية لهم على الأقل الساعة 7 إن شاء الله. على الأقل الساعة 7 الناس تكون موجودة. كيف الناس يقدر يشارك في هالمسيرة؟ نحن بخصوص المسيرة كمشاركة نزلنا على أونلاين للجميع. نعم. في دولة الإمارات اللي يحب يشارك على فيسبوك على تويتر كان بعد في بعض، وبخلال في الدائرة إعلان دعوة للجميع أن يشاركون في هذا اليوم، وبالتالي الحمد لله عدد مقبول يعني اللي بيشاركون. ممتاز. ونحن بقى أكثر يشاركون يعني اللي ممكن شخص واحد بنفسه هو وأهله يشاركون فيها اليوم يعني، صحيح، وجميع الجنسيات اللي تكون موجودة ويانا إن شاء الله. ممتاز. خصوصا المسافة مو بكبيرة، مو مثل ماراثونات مثلا كيلوين أو شيء. لا لا، المسافة من بداية مستشفى بابا الرئيسي مستشفى راشد إلى بابا رقم 4 حديقة الخور. ونحن شاكرين جماعة البلدية الحمد لله يكون دخولهم مجانا هالناس يعني هاليوم. فالناس عقب تدخل الحديقة يعني معانا يدخلون المشاركين مجانا. ممتاز. فأنتوا بعد يعني بتدخلون الحديقة داخل والناس هي داخل، وفي فعاليات مسوين داخل الحديقة. ممتاز ممتاز. ممكن الأطفال يشاركوا معاكم في المسيرة؟ بالضبط، أطفال، ويسوي لهم بعد الفعاليات حق أطفال داخل الحديقة. ممتاز. فالأمهات اللي دائما تكون محتاسة يوم الجمعة ما تعرف شو تسوي في عيالها الصبح، على الأقل يمشون رياضة وفي فعاليات ويتعلمون العمل الجماعي أيضا. بالضبط. إنزين أخوي حمزة، وجود مثل هذه المسيرة اللي اسمها مسيرة التسامح وشاركوا فيها جميع الجنسيات، شو الهدف، شو الرسالة اللي تم توصلونها للناس من هالمسيرة؟ رسالة نوصل للناس ووصلونا قادتنا وصلها رسالة للعالم على الأقل. نعم. جميعا يعني. لأن كدولة الإمارات نحن بس مو بكنا في هيئة الصحة جزء من دولة الإمارات، صحيح، إنك كلنا نحن كعام تسامح في دولة الإمارات. دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح وجميع الجنسيات موجودة، ونحن متعايشين مع جميع الجنسيات الحمد لله رب العالمين بكل أمور يعني، وبالتالي ما في أي مشكلة بيننا وبين جماعة الناس العايشين. صحيح. نقول لهم أهلا وسهلا لأي جنسية موجودة في دولة الإمارات بتشاركنا وتكون على أرض الإمارات، ونحن قابلين أي إنسان يعني موجود في دولة الإمارات. ممتاز. الحين هذه مسيرة التسامح إن شاء الله بتكون باكر، وما شاء الله السنة بعدها طويلة قدامنا، وأكيد ما شاء الله أجندتكم مليانة نشاطات رياضية مثل ما عودتونا ما شاء الله كل سنة، فشو في جعبتكم لسنة 2019؟ نحن عموما كلجنة رياضية الحمد لله كان الحين مستمر عندنا بطولة سلة لدوائر حكومة دبي. نعم. شغالين إن شاء الله بيكون لين تاريخ 20/4، وفي بطولة ثانية مع كرة الطائرة للسيدات والرجال مع مستشفيات الخاصة في دبي. والحمد لله الأمور ماشية تمام مع البرامج، وعندنا إن شاء الله برامج الثانية جاية في المستقبل يعني مع نهاية السنة.
ان شاء ممتاز. الله. شو مجهزين الحين؟ ما شاء الله ما بقى شيء بعد على رمضان، في شيء مجهزينه في رمضان؟ هي في رمضان في بطولات رمضانية في كرة القدم وفي كرة السلة والتنس الأرضي والطائرة، موجودة حق هذه لين آخر قبل 10 الأواخر إن شاء ممتاز. الله. هل تعودنا منكم كل سنة هي. إن تغيير مفهوم من رمضان مال الكسل وبس أكل وواحد يجلس يصوم بعد الصيام لا لا، من رمضان التخمة شهر الحين؟ العمل. بالضبط صحيح هي. يعني، وها مفهوم إن الرياضة في رمضان جزء، مو معنى رمضان معنى الناس ما تمارس الرياضة، بالعكس أنتوا أحس أكثر شهر بالعكس زحمة عندكم رمضان شهر يكون. رمضان قبل الفطور في ناس وايد تمشي على المضامير الموجودة في الدولة صحيح يعني على طول. صحيح هي. صحيح. شهر. بعد كلمنا أخوي حمزة، بعد شو عندكم في بطولات يمكن جاية؟ فريقنا مستعد لبطولات؟ في بطولة الجاية، بطولة إن شاء الله تاريخ 3 في شهر 4 3 إلى 6، ألعاب الحكومية. ألعاب الحكومية شو الحكومية مجهزين إحنا؟ شو نحن منو بندخل؟ فريقين إن شاء الله، سيدات ورجال رجال موجودين يتمرنون من شهرين. إحنا نذكرهم بدرجون بالسنة اللي طافت لما السنة دخلنا. السنة الماضية الحمد لله سيدات صعدنا للنهائيات. صحيح صحيح. والسنة نتمنى الشباب بعد يكونوا إن شاء الله يشدون حيلهم شوية. ممتاز. شو استعداداتنا حق الألعاب الحكومية؟ ما شاء الله منافسة تكون شرسة ما شاء الله، يعني الهيئات المشاركة. نحن السنة بعد مجموعتنا قوية بعد، فريق البطل الشيخ حمدان ويانا، فريق الأمريكي ويانا، ممتاز. يعني جميع الفرق خاصة فريق السيدات يعني بيكون مجموعات قوية موجودة ويانا. شو التدريبات اللي حصلها الفريق الحين سيداتنا؟ احنا فريقنا الحين يتمرنون في عدة مراكز لياقة، نعم كل فترة يروحون مركز حسب نوعية الألعاب الموجودة من السنة الماضية، والسنة نعم. طبعا هم بيزيدون ألعاب أقوى من السنة القبلية، وبالتالي الحمد لله هم يتمرنون في عدة مراكز موجودة طول في الأسبوع 3 مرات يسيرون، وبالإضافة لشاركنا في عدة سبارتن ريس في مليحة، نعم. شاركوا فريقين سبارتن ريس في المرموم، شاركوا مباشرة بيشاركون في سبارتن ريس أوائل التحدي الأوائل في عمان بيشاركون بعد، يعني استعداد كل هذا استعداد للألعاب الحكومية إن شاء الله بيكون تاريخ 3 إن شاء الله. ممتاز، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وأكيد بنرد نستقبلك مرة ثانية إن شاء الله، يمكن يعني قبل الألعاب الحكومية خلالها وبعد الألعاب الحكومية. إن شاء نتمنى الله. الفوز للفريق الأفضل أيا كان، وإن شاء الله أكيد الفوز للفريق هيئة الصحة بدبي. ما شاء الله يعني تنافس جميل، لما يكون تنافس في مجال الرياضة تنافس يكون جدا جميل، جميل. والناس يعني موظفين يتعرفون على موظفي الهيئات الأخرى، نستفيد من خبراتهم حتى في مجال تنمية الفرق، العمل الجماعي، تعلمون روح الفريق الواحد يكون، ما يكون الهدف اسم من أنا. الألعاب الحكومية أصلا شيخ حمدان بن محمد يوم سوى هاي المبادرة هدف الفريق، صحيح تعزيز روح الفريق. بالضبط، تعزيز الأسرة الواحدة، الفريق، التعامل كيف يفكروا يا بعض، صحيح. هذا أهم شيء الموجود في الهدف من الألعاب الحكومية، وهي رياضة تنمي في الناس، تنمي بالضبط. روح الفريق، أنه ما في شيء اسمه شخص واحد، لا دائما ما في فريق شخص. يلعب أي شغل شخص واحد ما يقدر يسوي شيء، لازم صحيح. يكون عنده مجموعة متناسقة ويا بعض ومنسجمة ويا بعض. بالضبط صحيح. أيه. أكيد، وأكيد تكون قلبهم كله على هدف واحد، هدف واحد. بالضبط صحيح. أيه. كلمة أخيرة حابة تشاركنا فيها أستاذ حمزة قبل ما نختم اللقاء معك؟ كلمة أخيرة، أول شيء أشكركم أنتم على دعمكم للجنة الرياضية، ثانيا أقول الموجود على أرض إمارة دبي غدا اللي يحب يشاركنا أهلا وسهلا، هو عائلته، نعم. نقول لهم أهلا وسهلا، الساعة 7 أمام مستشفى راشد، وبنستقبلكم ونكون مسيرة ممتازة إن شاء الله. إن شاء الله، الله. وكل التوفيق إن شاء الله اللي بيشاركون باكر في مسيرة التسامح، بتكون إن شاء الله 8 الصبح من أمام مستشفى راشد، بس تعالوا قبل عشان يعني تجهزون، يعطوكم القمصان، جهزون عمركم، وهاتوا عيالكم عشان ننمي فيهم حب الرياضة، وبيكون في فعاليات أيضا للأطفال، حب التسامح، مشاركة وتواصل، وفرصة هني كل واحد يتعرفون على الجنسيات الثانية. صحيح بعد. صحيح. يعرفون إحنا كنا عايشين في بلد تسامح على أرض واحدة، ما في فرق بيننا. بالضبط. أكيد بالضبط. أنا شاكر لك أستاذ حمزة عباس، مدير برامج الرياضية في هيئة الصحة دبي، تواجدك معي اليوم في الاستوديو، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات قادمة. شكرا. شكرا لك، ونهارك سعيد. أعزائي المستمعين، الحين بروح بقرأ لكم الدراسة. دراسة اليوم تقول اكتشف علماء جامعة تورونتو الكندية خلال دراسة جديدة، اكتشفوا شو؟ شيء اسمه خلايا الوقت في دماغ الإنسان المسؤولة عن تصور فترات زمنية قصيرة. تعد الدراسة الجديدة لعلماء الجامعة استمرارا لدراسة أجراها علماء الأحياء في البرتغال، أثبتوا فيها أن التصورات المؤقتة في الدماغ تنظمها الخلايا العصبية الدوبامينية في المادة السوداء، وتبين نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية أنه إذا كانت تلك الخلايا وفيرة في الدماغ فالفئران لم تكن تقدر الوقت بين محفزين، أما إذا كانت ناقصة
الفرصة فإنها كانت تبالغ في تقديرها للوقت، واتضح أنه في أحد أقسام دماغ الجرذان يوجد جزيء CA1 الذي يتميز بتنشيط الخلايا العصبية عندما تتغير الأحداث بسرعة ويحل بعضها محل بعض. وقد ركز الباحثون اهتمامهم من أجل إثبات أن عمليات مماثلة تجري في دماغ الإنسان. وشارك في هذه التجربة 18 متطوعا، عرضت عليهم مجموعة صور مختلفة كل صورة لمدة 9 ثواني. كان على المشتركين تذكر كل صورة ثم التعرف عليها بنفس الترتيب الذي عرضت به عليهم. وأثبت الباحثون حدوث نشاط الخلايا العصبية خلال فترة التوقف القصيرة والقليلة في الجزء الأمامي لدماغ كل مشترك كما حصل في التجارب على الجرذان المخبرية. وتشير النتائج إلى أن تثبيت فترة زمنية قصيرة خلال تسارع تغير الأحداث يؤدي إلى تشكيل ذاكرة طويلة الأمد. هل دراسة ممكن تفسر النسيان اللي يعاني بعض الناس؟ هذا التدريب اللي عرضوه على المشتركين في الدراسة اللي هو لما نعرض عليكم مجموعة من الصور من 1 إلى 4 مثلا، ونقول لكم احفظوا الصور بنفس الترتيب، بعدين نخش الصور ونقول لك رتب الصور مرة أخرى. في كثير من الناس تحسب أن هذا التدريب سهل وأنه ممكن بسهولة أنا أرد أجمع الصور بنفس الترتيب، لكن هناك خلايا مخصصة في دماغ الإنسان هي الحين سموها خلايا الوقت، هي المسؤولة أن أنت تتذكر كيف كان التدريب، كيف كان ترتيب هذه الصور. بما نتكلم إحنا الحين عن الذاكرة وعن ترتيب الصور عن المواد، كثير من الناس يعتبر النسيان شيء طبيعي، طبيعي جدا أن أنسى وين حطيت مفاتيحي، طبيعي جدا أن أنسى اسم صديقتي، طبيعي جدا أن أنسى الدرب مثلا أروح في الدوام أو أروح في البيت كل يوم. في فرق بين أن أنسى وبين أني أسهى، مثلا تكون فكرك مشغول وتنسى مثلا أو تروح درب ثاني غير الدرب اللي أنت فيه. لكن لو أنت كنت مركز وتحس أنك غير قادر على التذكر، هنا تكون مشكلة. إحنا وايد يونا في العيادة ناس يعانوا من هالشيء، يقول دكتورة ممكن بسبب ضغط العمل، بسبب أني مو مركز وايد. في فرق وايد، وهالفرق ما قدر يشخصه إلا الطبيب، إن أنت مو قادر تتذكر أبسط الأشياء في حياتك، مثلاً تكرار أنت ما تتذكر من حطت مفتاحك، تكرار ممكن تنسى أسماء ناس أنت تعرفهم جيداً ومتعود عليهم. هالأشياء أنا ما أحمل المريض يأخذها إنه يقول عادي كل الناس تنسى، مشاغل الحياة وايدة، مشاكل الحياة وايدة. لازم يتم تشخيصها عن طريق الطبيب. ليش؟ لأنه ممكن مهما كان عمرك، لا تقول أنا مثلاً في 30 أنا صغير، النسيان هالأشياء شيء طبيعي، ما يحيأثر علي في المستقبل، ما يدل على شيء لأن بعدني أنا صغير وشبابي. ممكن تكون مؤشر لأمراض أكثر ممكن تصافيها في المستقبل، الزهايمر، الخرف وغيره. فإحنا ما نبى الناس تفترض أن النسيان المتكرر الأشياء الأساسية في حياتنا شيء طبيعي وشيء عادي. وأنا أشجع الجميع على تدريب ذاكرتهم. كيف تدريب الذاكرة؟ إحنا دائما نقول للمرضى يجون العيادة تعودوا تدربون ذاكرتكم بالأشياء البسيطة مثل العمليات الحسابية البسيطة. للأسف الحين وأنا واحدة من هالناس، حتى العمليات الحسابية البسيطة قمنا نستخدم الحاسبة في التليفون، القسمة البسيطة، الطرح البسيط، ما نبى نحسب، خلاص نتكاسل ونستخدم الآلة الحاسبة. لكن نحن نغفل إن هذا يخلي دماغنا في حالة ممكن يقول سبات أو كسل، ما يتعود أنه يتحفز لإجراء العمليات الحسابية. عودوا نفسكم العمليات الحسابية البسيطة تقومون فيها فعقلكم من غير استخدام الآلة الحاسبة، هذا يساعد على شيء اسمه شحذ الدماغ. شو يعني شحذ الدماغ؟ تعرفون نفس السكين لما نشحذ عشان يسوي حاد، نفس الطريقة، معناه يخلي دماغنا نشيط أكثر. فهذا يساعد أن نحن نستثمر على المدى الطويل في دماغنا، وبالتالي احتمال ممكن يساعد تقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة. أنا وصلت إلى نهاية البرنامج. أنا حابة أشكر مع المخرج عيسى سبيل، وفي التنسيق كانت مع أميرة الخفلي أم خليفة، وكانت هاي محدثتكم دكتورة ندى الملا. أتمنى أكون كنت خفيفة عليكم على مدى ساعة على الهواء. إلى أن ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، أتمنى لكم خميس ونيس وإجازة نهاية أسبوع جميلة وسعيدة ومفيدة، وأقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.